الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة الزراعة منع استيراد 6 محاصيل زراعية، وهي البطاطا والرق والبطيخ والطماطم والخيار والباذنجان، ومن جميع المنافذ الحدودية اعتبارا من 21 من شهر تموز الحالي وإلى إشعار آخر. وأكدت الوزارة أن عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذه المحاصيل بحسب قولها، مبينة بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر، ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية فضلا عن البيانات الواردة والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي. حملت النائبة عن تحالف قوى الدولة زينب الخزرجي وزارة النفط الحالية مسؤولية إيقاف مئات المعامل الطابوق وتشريد آلاف العوائل على إثرها نتيجة الامتناع عن تزويد تلك المعامل بالنفط الأسود. وقال الخزرجي إن الوزارة ومن خلال قراراتها الجائرة بحق الصناعة في العراق بعدم تزويد أصحاب معامل الطابوق بمادة النفط الأسود بحجة تصديره إلى الخارج تتسبب بتوقف مئات معامل الطابوق، وهو أمر سيؤدي إلى زيادة جيوش العاطلين عن العمل. أصدر البنك الدولي التصنيف الجديد لاقتصادات الدول حول العالم مقسمة إياها لأربع مجموعات، كانت بعض الدول العربية في ذيلها. وللعام 11 على التوالي انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان في عام 2021، وشهدت البلاد أيضا انخفاضا حادا في سعر الصرف، وأثر ذلك أصبح لبنان من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى بعد أن كانت من الدول ذات دخل متوسط أعلى منذ ما يقارب 25 عاما حسب تصنيفات البنك الدولي الجديدة لمستوى الدخل لعام 2022. ومن الدول العربية ذات الدخل المرتفع كانت دول الخليج، الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان. يترقب المستثمرون حركات أسعار الفائدة مع تزايد ترجيح اتجاه البنوك وصناع السياسة النقدية نحو السيطرة على ارتفاع الأسعار. ويتوقع أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، فيما تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب عام إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد في جاذبية المعدن النفيس. قرر الاتحاد الأوروبي حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أنه سيكون هناك حظر على شراء واستيراد أو نقل الذهب بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة اعتبارا من 22 من شهر تموز الحالي. كما أدرج الاتحاد الأوروبي بنك سبريبانك الروسي على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى يورو تشايكا المبعوث الرئاسي الروسي للمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.